السلام عليكم. اليوم مقطعنا هو انه اعرق 10 سكنات بسعر 800 بوكس. خليكم مع المقطع. في المرتبة رقم 10 اللي هي مش سكن واحد، مجموعة سكنات اللي هي مجموعة سكنات كوست باستيل او صائدي الاشباح. المرتبة التاسعة والمرتبة اللي بعدها اللي هي سكن ذا كلاش، والمرتبة الثامنة اللي هو سكن لوجوفز بالاضافة الى مجموعة بيجاما سكن. بالمرتبة السابعة معنا سكن برود كنر. مرتبة السادسة معنا سكن بولزي. هذا سكن طبعا إله ثلاث ستايلات. وبالمرتبة الخامسة معنا سكن ريجيد واللي إله ستايلين اللي هو بلو جيد. بالمرتبة الرابعة عنا سكن كريستال، سكن غني عن التعريف. بالمرتبة الثالثة معنا سكن سكارلت كوماندر، إذا نطقت اسمه صح إن شاء الله يعني، أو سكن سريانو اللي هو سكن معرق وبسعر 800 وتصميمه إشي ناري وألوانه مظبطة وكل شيء، يعني جد من أفضل السكنات باللعبة. وبالمرتبة الثانية معنا سكن مانك اللي هو يعني جد سكن أسطوري، العرق تقدر تعرق عليه وتسوي له ستايلات، إيه قصدي أتكم معرقين وتعرق فيه زي باقي السكنات اللي قلت لكم عنها قبل بالمراتب اللي قبل يعني. بالمرتبة الأولى والأخيرة بهذا المقطع اللي هي الحب أورا اللي هو من أعرق أعرق السكنات باللعبة، يعني حرفيا عليها هيئتكم، يعني تقدر تحط عليها أطقم معرقين يعني اكس مثلا اكس الجولف مع سكن اورا واشياء زي هيك مثلا، جد سكن معرق وبنصح الكل يستعمله زي باقي السكنات اللي قلتها بهذا المقطع. واذا وصلت لهون اكتب بالتعليقات معرق، وبدي منكم تكتبوا لي اسئلة عشان بدي اسوي مقطع اسألني، بدي اجمع 10 اسئلة 20 سؤال وبدي يعني اساوي المقطع. وبعرف ان الفيديو قصير مع انه مفترض يعني لو تشوف يعني في التوبات على سكنات بتلاقيه اكل ايش في من دقايق، بس انا بسرع الشغل بلا ما مدح السكن وإشي، يعني شوي مدحت لفا اخر 4 سكنات مدحتين.